عقدت وزارة الداخلية بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والسفارة الإسبانية بالقاهرة والمجلس القومي للمرأة دورة تدريبية لمسؤولي إنفاذ القانون في مجال جرائم العنف ضد المرأة، وذلك بمقر أكاديمية الشرطة. إدراكا لأهمية الدور الوطني للمرأة في بناء وتنمية المجتمع والحرص على حماية وصيانة حقوقها، فقد عقدت وزارة الداخلية بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والسفارة الأسبانية بالقاهرة والمجلس القومي للمرأة دورة تدريبية لمسؤولي إنفاذ القانون في مجال جرائم العنف ضد المرأة وحماية المرأة من كافة أشكال العنف بمقر أكاديمية الشرطة، وتهدف إلى إسقال وتنمية مهارات الكوادر الأمنية العاملة في مجال مكافحة العنف ضد المرأة. النهاردة بنلاقي التحرك والتقدم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والخاصة بالمحور المختص بحماية المرأة من العنف والتعامل مع هذه القضايا في أطر الإحالة القانونية الموجودة في مصر. التعاون مع أكاديمية الشرطة خطوة كبيرة جدا في تاريخ الأكاديمية، والمحور الخاص بالعنف ضد المرأة من المحاور الأساسية للتعاون مع أكاديمية الشرطة ووزارة الداخلية. Of course, it's basically in the fight against crime and all the techniques in the fight against crime, in the fight of against also illegal immigration and human trafficking. Very impressed with the installations of the police academy, and it's been impressive to see that 50% of the participants were going to be women. وقد حرصت وزارة الداخلية ومن خلال قطاع حقوق الإنسان على التأكيد على الخطوات التي قطعتها لمواجهة جرائم العنف ضد المرأة، والذي تمثل أبرزها في استحداث كيانات متخصصة لتلقي البلاغات من هذا النوع واستحداث آليات لتلقي الشكاوى، مع تقديم الدعم النفسي والمعنوي للحالات التي تعرضت لأي شكل من أشكال العنف، والتوسع في دور العناصر الشرطية النسائية في هذا الإطار، وتكثيف الدوريات والخدمات الأمنية خاصة في المناسبات للتصدي لتلك الظواهر. Together with the Ministry of Interior and the National Council for Women, we have produced a manual which explains how to investigate and prosecute crimes of violence against women. We also have conducted training of trainers to enable the Ministry of Interior to conduct its own trainings in the future. So we really hope that our experience, our protocols, our interministerial coordination experience is valid for the Egyptian side. وتؤكد تلك الدورة على أن المنظومة الاجتماعية لوزارة الداخلية هي امتداد للمنظومة الأمنية، وأنها الملاذ الآمن لحماية المرأة من كافة أشكال العنف في ظل العمل المتواصل لبناء قدرات الكوادر الأمنية العاملة في مجال مكافحة جرائم العنف ضد المرأة والتصدي لمرتكبيها. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.